السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى كل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. ربما منكم من طالع موضوع على صحيفة الخبر بتاريخ اليوم 14 مارس 2011، صاحب هذا المقال يقول من أنه فيه اجتماع غير معلن حسب المصادر متاعه، وطبيعة الحال المصادر نعرفوها نتاع هذه الصحف، ويقول من أنه رئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس نتاع الأمة ورئيس المجلس نتاع الشعب الوطني اجتمعوا بمعية ناس آخرين وراهم يفكروا في تعديل الدستور وحل البرلمان. هذه الصحيفة نتاع الخبر إلى وقت غير بعيد نشروا على صفحات نتاعهم من أنه على هامش أحد اللقاءات فيه يزيد زرهوني، وفي مقال آخر هذا وزير داخلية، من أنه ما فيش نية نتاع رفع حالة الطوارئ فيما بعد رفعت حالة الطوارئ. وبطبيعة الحال هما علاش يديروا هذه الأخبار؟ هما يديروا هذه الأخبار خدمة لبوتفليقة، باش يبينوا من انه فيه ناس راهم رافضين وهو هو قابل. كذلك الان حابين يمسحوا الموس في هذا النواب تاع البرلمان، ويمسحوا الموس في بعض الاحزاب ومنهم حركة حمص، باش نتكلموا بالاشياء اللي فيها شعب. وكأنه الان هذا البرلمان لا قيمة له ومانيش عارف واش. من الذي عدل الدستور؟ بوتفليقة ولا شكون؟ ولا الشوكر اللي جابوه؟ شكون هو اللي عدل الدستور؟ في 2008 وين كانت الإرادة الشعبية؟ وين كانت الإرادة الشعبية في 2008؟ علاش ما شاورتش الشعب يا بوتفليقة في 2008 والآن صرت تحوس على المطلب نتاع الشعب؟ علاش؟ ولا خفت لا يجيبوك برا كيما جابوا خاوتك زين العابدين بن علي وحسني مبارك؟ ما اعتقد ان الشعب الجزائري تنطلي عليه هذه الحيلة، ولا اعتقد ان السياسيين تنطلي عليهم مثل هذه الحيلة. اللي شطحت به خالد تومي والله مسعودي سابقا في المهرجان يساوي الشهريات تاع البرلمانيين. هذا الناس اللي الان راهم يقولوا من ان النواب في البرلمان ما راهم يديروا والو، كانه هذا البرلمان هو الذي اعاق بوتفليقه. هل هذا البرلمان هو اللي منع الاعتماد تاع الاحزاب؟ هل هذا البرلمان هو اللي دار الحواجز اللي راها منتشره على المستوى الوطني؟ هل هذا البرلمان هو اللي منع الناس باش يديو السكنة؟ هل هذا البرلمان هو اللي يمنع الناس على جال باش ما يخدموش؟ برلمان خضرة فوق عشاء، برلمان هذا قاعد تشريعي يدير في قوانين ليس إلا، وهذه القوانين كلها تجي فوقية يمدوها لهم يتناقشوا فيها، وهز يدك وحط يدك. وش هو هذا البرلمان؟ الناس اللي حوسوا على التغيير الحقيقي، التغيير لابد هو أن يبدأ بالرأس نتاع هذا النظام اللي هو المخابرات تحديدا، والرأس نتاعك انت يا بوتفليقة، انت الأول اللي لازم تروح. مكانش برلمان هذا ما عنده حتى معنى، الأول اللي يروح هو انت. إذا تملك مثقال ذرة من الرجولة وعندك النيف هو أنه تعلن عن انتخابات رئاسية، تعديل الدستور روح احكيه للناس اللي راهم في كشما قارة واحدة أخرى، والله في كشما كوكب واحد آخر. تعديل الدستور درته في 2008، مازال الحبر مازال ما نشفش، وتحوس الآن تعدل الدستور. غاضك هذا الشعب؟
هذا الشعب اللي احتقرته الآن 10 سنوات وانت تحتقر فيه، وقاعد تمارس في السياسة نتاع الرشوة، قاعد ترشي في الناس وترشي، قاعد تشري في الذمم بدراهم الشعب، تشري في الذمم. الناس الآن قاعدين يشريوا في الشباب، هذه نتاع تشغيل الشباب، تشغيل الشباب. يا أيها الشباب، هذا البرنامج خطير، البرنامج نتاع مولود حمروش. والله وأقسم بالله العلي العظيم، لو كان جيت في الجزائر وإذا راه فيه واحد من العائلة نتاعي راه يشوف فيا ماذا بيا، على جال باش يروح للبيت ويبعث لي الرسالة. يعني الآن نتحدث عن العام، رسالة مبعوثة من عند مولود حمروش حول هذا الموضوع نتاع تشغيل الشباب في سنة 1990. البرنامج نتاع تشغيل الشباب هو نتاع مولود حمروش، هو راه الآن قاعد يستثمر فيه. والمشروع نتاع المصالحة هو نتاع أحمد طالب الإبراهيمي، داروا في سنة 1992 لما كان هو في الخليج يتفحفح ويترهرح، دار هذا المشروع تاع المصالحة مع الشيخ أحمد سحنون ربي يرحمه، ومع يوسف بن خد الله يرحمه. وهالكلام اللي نقول فيه الآن علاش؟ لأنه الكثير من الشباب الجزائري مع الأسف الشديد يجهل مثل هذه المعلومات. أنا شخصيا ومعي الآلاف من الجزائريين لا يقبلون بمثل هذه الترهات، وإنما يا بوتفليقة الشعب الجزائري لا يريدك. من اليوم اللي جيت فيه القصر تاع المرادية والاحتجاجات إلى يومنا هذا، والناس اللي راهم عايشين في الجزائر راهم يعرفوا مثل هذه الأشياء. يكفي أن نذكر بالأحداث تاع 2001، أنا نهار جيت لنا لفرنسا خليت الطريق مقطوعة وبصعوبة باش وصلنا للعاصمة، مرتين ولا ثلاث مرات هما يقطعوا لنا في الطريق. ومنذ ذلك اليوم والناس راها في احتجاجات يومية. هذا الآن دراهم وهذا المشاريع اللي راه يتكلم فيها والخزينة، منين جات؟ نزلت من السماء ولا بالخدمة نتاعو؟ هذه كلها دراهم نتاع البترول. آلاف نتاع العراقيين ماتوا والبترول طلع. مصائب قوم عند قوم فوائد، كيف ما الآن راه الحرب على ليبيا والبترول راه طالع. واش راك تنتج يا بوتفليقة؟ راك تنتج في الانتحارات، راك تنتج في اليأس. واش راك دير؟ أيها الشباب، ما لازمش يزيدوا يكلحوكم، ما لازمش يزيدوا يخدعوكم. وين راها القيمة نتاع هذا الشباب؟ والمعدل نتاع هذا الناس اللي راهم في الحكم، الصغير فيهم ربما راه في الخمسينات، الصغير فيهم، وين راهو المعدل نتاع الشباب؟ هل هذا الشباب قاصر؟ راكم تشوفوا في الرؤساء في معظم الدول الأوروبية، تشوفوا السن نتاعهم، شوفوا في فرنسا ساركوزي، وشوفوا في أمريكا رئيس نتاع أكبر دولة في العالم، شوفوا السن نتاعو في الأربعينات، وحنا يا من السبعين وروح لفوق. وشوفوهم، شوفوا وين راهم وصلوا هذه الشعوب، وشوفوا هذه الجرائم التي تكتشف في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي البحرين وفي الكثير من الدول. هذه الجرائم اللي راها تكتشف يوميا، وتشوفوا المضايقات من خلال المراسلات اللي راها كل يوم تنشر. وهذا الإعلام ما عادش الآن تقدروا تغلطوا الشعب، الآن جاء هذا الإعلام يفضحكم. ومن هذا المنبر أناشد كل الجزائريين الشرفاء، على جال باش تنشروا الملفات نتاع الفساد، تنشروا الصور نتاع هذا المجرمين اللي قتلوا أبناء الشعب، تنشروها. من هذا المنبر أوجه النداء إلى الحركة نتاع الضباط الأحرار، وتحديدا إلى الدكتور حسين هارون، حيث أنه أعلن في قناة الحوار في برنامج في هذا الصيف الفايت،
وقال من أنه يمتلكوا ملفات نتاع أكثر من 300 ضابط بالأسماء نتاعهم وبالصور نتاعهم. ماذا بكم على جال باش تنشروا هذه الصور وتنشروا هذه الأسماء على جال باش يطالع عليها الشعب الجزائري في هذا الموقع نتاع اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في أماكن أخرى، ورانا مستعدين على جال باش نساهموا في نشر الصور نتاع هذه المجرمين. لابد من فضحهم، لابد هو أن الشعب الجزائري يعرف هذا الجرائم نتاع هذا المجرمين، لابد أن تكشف الحقائق، لابد أن يكشف المصير تاع المختطفين تاع المفقودين. وما لازمش تسكتوا، ما تخافوش تكلموا، وراهم يفتحوا في بعض الصفحات ويطمعوا في الشعب من أنه فيه حركات شبابية تنادي بالتغيير، وفيه حتى إشهار على بعض الصحف هذه الصفحات هي نتاع الأجهزة نتاع المخابرات. ما تخافوش منهم، ما لازمش يكلحوكم، ما لازمش يبقاو يكلحوا فيكم، وراهم فيهم ناس يدعيوا في ناس على سكايب وعلى مواقع أخرى ويحاولوا أنه يغلطوكم من أنه فيه حركات شبانية وكذا، وراهم يطالبوا بالتغيير وانضموا ليهم وما نيش عارف واش. الإنسان اللي ما يبانش بالوجه نتاعو، الإنسان اللي ما تعرفوش التاريخ نتاعو، الإنسان اللي ما تعرفش الأصل نتاعو، هذا إنسان أطرحوا عليه علامات استفهام. لابد من التعامل مع الناس اللي بقوا ثابتين منذ بداية الأزمة، مش الناس اللي ظهروا في 2011 ويحوسوا يسرقوا الأضواء أو يحوسوا يسرقوا التضحيات نتاع الشعب الجزائري. أكثر من 250 ألف قتيل، ناهيك عن الأرامل، ناهيك عن الأيتام، ناهيك عن الناس اللي خرجوهم من العمل تاعهم، ناهيك عن المقابر الجماعية من سنة 99 وبوتفليقة في الحكم. وش هو اللي داروكم أيها الشعب الجزائري؟ أين هي الحرية؟ في هذه الأيام شحال من واحد قتل روحه، شحال من واحد في مدينة البرج في العام الماضي أو قبل العام الماضي انزع الذكر تاعو، علاش؟ من القنوط ومن اليأس. وراكم تشوفوا يوميا، راكم تشوفوا الناس، راهم كاين بعض من الناس اللي راهم ينشروا في بعض الفيديوهات وينشروا في بعض الشهادات نتاع ناس عايشين في قرون أخرى، ناس عايشين في عالم واحد آخر. والآن هذه الأيام يحوسوا يعاودوا يلتيو الشعب بعد ما لتوه بالمعركة وبالملحمة نتاع الأسود نتاع الصحراء في أم درمان. يحوسوا الآن هذه الأيام يزيدوا يلتيو الشباب ويزيدوا خضروه بالمقابلة هذه نتاع المغرب والجزائر. والجزائر تضيع، آلاف من الشباب ينتحروا، آلاف من الشباب مرميين على الجدران، آلاف من الشباب ماتوا في أعماق البحار، وهم مازالهم مستمرين في السياسة نتاعهم ويستعملوا في عام للوقت. راهم الآن يستعملوا في عام للوقت، وراهم على موت بعض الشخصيات السياسية ومن خلال الحصار، هو أن الناس ما تبغيش تشوف الآن تروح تطرح موضوع أو تتناقش مع ناس تقول له مثلا الآن فلان يترشح، يقول لك هذاك شكون يعرفه؟ واحد ما يعرفوه، يعرفوا الناس غير فقط الناس اللي يشهرهم هما على مستوى الوسائل تاع الإعلام. ولهذا يا أيها الشباب، يا أيها الجزائريون، ما لازمش تزيدوا تتخدعوا. المفتاح يبدأ عن طريق نتاع الانتخابات الرئاسية، ولابد هو أن الشعب يتجند والشعب يتحرك على جال باش يقول الكلمة نتاعو بطرق سلمية، وعلى ضباط الأحرار اللي راهم داخل الجيش وداخل المخابرات وداخل الشرطة، هو أنه يكونوا في صف الشعب، ويلا نتعاونوا على جال باش نخرجوا هذه العصابات المجرمة، هذا الخونة، هذا الحركة، هذا اللي مصوا الدم نتاع الشعب، هذا اللي خانوا الدماء نتاع الشهداء، هذا اللي خانوا العهد نتاع المجاهدين الحقيقيين. بوتفليقة ما عندوش الحق الآن باش يتكلم على الدستور، لأنه هو أول من بالع الدستور، ما عندوش الحق على جال باش يتكلم على الدستور وباش يعدل الدستور، ما عندوش الحق باش يتوجه للشعب، لأنه الآن راهو يلعب في الربع ساعة الأخير، وراهو مصاب بمرض نتاع السرطان. هو أنك تدير مصالحة وطنية حقيقية بين أبناء الشعب، ولكن انت يا بوتفليقة برأت هذه العصابات المجرمة اللي كانت تدير في المقابر الجماعية
ومنعت العائلات نتاع المختطفين، العائلات نتاع المفقودين، منعتهم حتى من الكلام يخرجوا ويعبروا ويحوسوا على الوالدين نتاعهم، يحوسوا على اعمامهم، يحوسوا على اخوانهم، ويحوسوا على خاوتهم على جال باش يحوسوا عليهم. منعتهم حتى من التعبير، منعت الاحزاب، منعت الجمعيات، وقعدت فقط تحوس على بني ويوي وشوف وين راك وصلت هذا الشعب. هذا الوضع اللي احنا الان فيه هو نتيجة نتاع الاحتقان اللي انت درتو، وصلت هو انك تشرف حتى على الروض نتاع الاطفال، والان جاي تعدل الدستور. تعدل الدستور على واش؟ تعدل الدستور على الاخضر ولا على اليابس؟ الان تحوس على الدولة الاجتماعية اللي تكلم عليها بيان اول نوفمبر، هذا 11 سنة وين كان بيان اول نوفمبر؟ كنت تضرب وش كنت تدير؟ الشعب الجزائري ولا يمشي في باب الوات؟ طالعوا وش كان الشعب الجزائري كيفاش رجعته؟ رجعت المواطن الجزائري يسلم على اليدين ويسلم على الكرعين، رجعت المواطن الجزائري هو انه يطلب مانيش عارف وش من جنسية. عاد الشباب الجزائري في الوقت نتاعك، في وقت الجنة نتاعك يموت فرادى ويموت الجماعات، حتى الناس تحرك في روحها من القنوط ومن اليأس اللي وصل لهذا الشعب. تعدل الدستور على واش؟ تعدل الدستور ابو الديمقراطية حتى نحكمك الكونسير، ابو الديمقراطية حتى نعت ما تقدرش تمشي وما تقدرش حتى تعبر. ابو الديمقراطية منعت الاحزاب من الاعتماد نتاعها. احمد طالب الابراهيمي اللي كان وزير خارجية منعته من النشاط، واللي ينافسك في الانتخابات نتاع 99 وراه من الناس اللي ينافسوك في الانتخابات يا ابو الديمقراطية، وين راهو سيفي ما سمعناش به من 99، وين راهو يوسف الخطيب ما سمعناش به من 99، وين راهو جاب الله اللي كان في يوم من الايام كان نائب في البرلمان وكانوا عنده نواب في البرلمان، حليتوا الحزب نتاعو المرة الاولى مع النهضة، حليتوا الحزب نتاعو مع الاصلاح، وقاعدين وقاعد لي مع الشاب الزهوانية تضرب في الزرنة. في وقتك الجهوية وفي وقتك المحسوبية وفي وقتك الرشوة وفي وقتك الإجرام، الشي اللي حصل في الوقت نتاعك يا بوتفليقة ما حصلش حتى أثناء الاستعمار. خلي من الفساد الخلقي، وخلي من النهب، وخلي من الخطف. قال لك واش؟ قال لك نعدل الدستور. عدل الدستور، عدل الجهوية اللي راك تمارس فيها منذ المجيء نتاعك للحكم. عدل الدستور، عدل السعيد خوك، عدل البنوك اللي راها موجودة في سويسرا وموجودة في دبي وموجودة في أمريكا. عدل الدستور، عدل البلطجية اللي راك تشري فيهم بالدرام تاع الشعب. عدل الأسعار تاع البترول اللي راك تتحرك بها من خلال الحرب على العراق، من خلال الحرب على ليبيا. عدل الدستور، عدل الشطحة نتاع خالدة اللي راها تشطح بالدرهم نتاع الشعب. أبناء الجزائريين يموتون فرادى وجماعات. عدل الدستور، عدل الذل اللي مارسته على الشعب طيلة 11 سنة. مارست الجهوية في أحلك الصور تاعها. عدل الدستور، عدل الدستور هو برا، هو ديكاش، هو خلي المكان نتاعك للناس الأكفاء، للشباب. وعلى الشباب الجزائريين هو أن يتحركوا، والرئيس لابد هو أن يكون بين 40 سنة وستين سنة. يوم فوق 60 سنة ما نقبلوش أيها الشباب. يا أيها الشباب الجزائري، يلا تحركوا من أجل تغيير هذا النظام المجرم، ونغيروه بطرق سلمية. تحركوا أيها الشباب الجزائري، تكلموا، تحدثوا، وعيوا الناس، وما تخافوش، انشروا الملفات نتاع الفساد نتاع المجرمين، تاع الرشوة، تاع القتل، تاع النهب، تاع الفقر. يلا نتحركوا ونديروا ناس اللي يصلحوا، نديروا ناس
اللي يسهروا على الحماية تاع الوطن، الناس اللي يبكيوا على الجزائر، ولابد أن يكونوا من الشباب بين 40 و60 سنة وعهدة واحدة، ما كانش زوج لا في البرلمان ولا في البلدية ولا في الرئاسة. يلا تحركوا أيها الشباب، هذه الحكايات اللي راهم يحكيوكم فيها راها كلها تهدف إلى هدف واحد، هو ربح مزيد من الوقت ليس إلا. نتمنى هو أيضا أن تكون نهاية هذا النظام المجرم في اليمن، والنظام نتاع المجرم في ليبيا قريبة، حتى باش يزيدوا يلحقوا خاوتهم. ونتمنى النهاية نتاعك يا بوتفليقة عن قريب.